السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير يا مواليد برج العذراء. برج العذراء واخيرا الفرحه هتعوم على حياتكم بالفرحه الجديده والانطلاقه الحلوه، واخيرا تعب السنين اللي فاتت كلها هيتركن على جنب وهتبداوا تعيشوا في حياتكم من جديد وعندكم بدايه حلوه باذن الله. اتمنى لكم الخير والرزق والتفاؤل والراحه لقلبكم، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. طبعا هنركن الطاقه السلبيه على جنب وندخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه ونسمع القراءه. لو عجبتكم الفيديو طبعا والقراءه طالع بتاعكم طبعا تكتبوا لي كومنت زيكم كده وتضغطوا لي لايك، ولو ما عجبكمش اطلعوا من الفيديو ما تكتبوش اي حاجه ولا تضغطوا اي حاجه، بس ان شاء الله باذن الله طالعكم هيكون زي نقاء قلبكم وزي راحه بالكم باذن الله، رغم ان انتم حيرانين وتعبانين، بس يلا بينا نشوف فنجانكم جماله بيقول ايه. بص يا برج العذراء، ما شاء الله باسم الله، انت يا برج العذراء حاسس ان انت مهموم وحيران وان انت متوتر. سيبك من ده كله، سيبك من اي حاجة تعباك، شايفة ان انت عندك خبر حلو وتغيير جذري، فرحة عاطفيا يا برج العذراء. انت ليك سنين بتعافر، ليك سنين تعبان، ليك سنين ان انت بتجاهد وبتعمل المستحيل علشان تقف على رجلك وتقدر توصل، بس حان وقت فرحك، حان وقت سعادتك، حان وقت تعب السنين اللي فاتت الخير والرزق، عندك فرحة حلوة جدا. طب يا برج العذراء، ما جالكش خبر فرحك؟ ما جالكش خبر ابتسمت؟ حصل ولا ما حصلش؟ لو ما حصلش هيحصل بإذن الله، ولو حصل اكتبوا لي في الكومنتات. بص يا برج العذراء، اول حاجه عندك تحقيق حلم كان من المستحيل. مفيش حاجه مستحيل على ربنا، بس انت كنت بتقول مستحيل، كنت بتقول مستحيل. عندك تحقيق حلم، الحلم ده حلو جدا 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 جدا، ده فيه التغيير الجذري اللي انت مستنيه واللي انت عايزه. شايفه انه في ناس كتيره جدا بتحاول توقعك في فخ، بتحاول ان هي توقعك في حيره، بس انا شايفه ان انت بدات تكون ناضج، بدات تكون احسن من الاول. في الاول كنت مغمض عيونك، دلوقتي بدات تفتح عيونك وتدي كل واحد حقه، اللي يقول لك كلمه بتديه 10، وبدات تحط كل واحد في مكانه اللي هو يستحقه، بدات ان انت تدي كل واحد حده، ما بتخليش حد يتخطى معاك مكانه. في الاول كنت سايبها عايمه، دلوقتي بدات ان انت تحسب وتوازن الامور. في ناس ظلمتك واتكلمت عليك وكسرت حاجات كتيره جدا في حياتك، لحد الان بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا برج الجو العذراء. بص يا برج العذراء، ناس كتيره جدا قلبها وحش في حياتك، فانا يا برج العذراء عايزاك تكون هادي وتكون حياتك حلوة. انت في حاجات كتيرة جدا محيراك، دخلت في دوامة وما كنتش عارف راسك من رجليك، انت بتعمل مجهود يا برج العذراء علشان خاطر تكمل وتوصل وتحاول ان انت تتخطى كل المشاكل. طيب مين الشخص اللي انت بتعاتبه وانت يعني بتعاتبه علشان انت باقي عليه، بتعاتبه علشان انت مش عايز تخسره، لسه طاقته ما خلصتش من ناحيتك، بتحاول انت تتعاتبه وتقول له بلاش تعمل كده علشان خاطر انت باقي عليه ومش عايز تخسره دلوقتي، او انت مش عايز تخسره بس هو بيحاول ان هو بيحاول ان هو يخرج من حياتك بالراحه وببساطه. بص يا برج العذراء، انت في حد بتحاول ان انت تخليه ما يعملش مشاكل، حد بتحاول تاخده في حضنك وتطبطب عليه، عندك حد مزعج، حد انسان مش كويس كده بيحاول يلف عليك، بيحاول ان هو يسرق منك كل حاجه حلوه. انت يا برج العذراء ناس كتيره جدا بتوقع بينك وما بين الشريك، ناس كتيره جدا بتوقع بينك وما بين الشريك، ناس مش عايزه، ناس مستكتره الشريك عليك، عايزين ياخدوه منك او عايزين ياخدوه منك، الله اعلم. في حد عندكم مزعج كده، حد كده اهل الشريك بيزنوا عليه، او اهل الشريكه، اهل الشريك بيزنوا عليه. شايفه يا برج العذراء ان انت عندك مشروع حلو ناجح باذن الله، انت بتجاهد وبتعافر علشان توصل لهدفك وتوصل الى حلمك، بس عندك حاجات كتيره جدا بتحاول توقعك في الشر، بتحاول ان هم
الناس دي بتحاول ان هو يعملوا لك الطاقه بتاعه السحر علشان خاطر يوقعوك في الفخ اللي انت اللي هم عايزين يوقعوك فيه. بص يا برج العذراء، بسم الله ما شاء الله حياتك ماشيه جميله وماشيه حلوه، بس عندك عقبات كتيره في حياتك، عندك كذا عقبه كذا مشكله بتحاول تتخطيها وبتحاول ان انت تفكر فيها كويس. عندك عين حاسداك ومخليه حياتك واقفه ومفيش اي حاجه بتكمل. عندك في واحده ست حاطه عينها عليك بتحاول تبص لك وانت داخل وانت خارج، وانت واكل وانت شارب، اللقمه اللي بتدخل معدتك اللقمه اللي انت بتدخل معدتك بتبقى محسوده عليها. في حد يا برج العذراء انت عارف ان هو مش كويس وانت مصاحبه على عيبه، انت عارف ان هو مش كويس وانت مصاحبه على عيبه. ليه يا برج العذراء؟ انت قلبك طيب، بلاش تدخل حد بيتك، بلاش تخلي حد يكون قريب منك مش كويس، حاول انت تبعد. بلاش تقول ايه انا بصاحبه على عيبه على عيوبه ومميزاته، لا، العيوب اكتر من المميزات. ابعد صاحب الانسان اللي هو يكون فيه شاب منك، فيه شبهك. انت حاسس بالارهاق وبالكسل وبعدم الراحه، حاسس بالاكتئاب يا برج العذراء، ده بسبب الطاقه بتاعه السحر اللي هي بتتجدد لك. بس انا احب افرحك واريح قلبك انه تعب السنين اللي فاتت دي كلها حان وقت ان انت تفرح وان انت تكمل في الخير وفي الرزق ان شاء الله باذن الله. انت يا برج العذراء بتحاول ان انت تتخطى كل المشاكل اللي انت فيها بس، وبتحاول ان انت تقول يا رب انت قادر على كل شيء، وبتحاول تتحاسبن في الناس اللي ظلمتك كتير. انت شايل مسؤولية كبيرة جدا وداخل على مسؤولية كبيرة. انت يا برج العذراء داخل على مسؤولية كبيرة، يعني داخل على جواز، داخل على مرحلة جديدة في حياتك فيها زيادة في المسؤولية. انت يا برج العذراء حاسس مع اهلك او دايما في مشاكل مع اهلك، دايما بتحس انه بينك وبين الشريك مشاكل كتير، دايما حاسس انه بينك وبين الشريك في عدم الراحة وعدم الاستقبال. حاول تهدى وتهدي اعصابك علشان تقدر تكمل وتقدر توصل. طب ليه مش قادر تشتغل؟ ليه مش قادر تشتغل؟ ليه عندك مراقبة من حد يا برج العذراء؟ عندك حد بيراقبك. ايه الحاجة اللي انت عايز تعرفها وعندك عليها علامة استفهام؟ حد في حاجة معينة انت عايز تعرفها وعندك علامة استفهام لحد الان، في حقيقة عايز تكتشفها. عندك عدالة يا برج العذراء، وعندك اشتياق في قلبك، عندك اشتياق في قلبك والله اعلم، عندك اشتياق في قلبك كده. الاشتياق ده يعني مش عارفة اقول لك ايه، بس انت عندك اشتياق في قلبك يا برج العذراء والله اعلم. الاشتياق ده اكل كده حياتك، مخليك دايما بتفكر في الشريك، دايما بتفكر في اطفال، دايما بتفكر في اهل الله اعلم. بس انت عندك اشتياق كتير جدا يا برج العذراء، وناس كتيرة جدا هم اقرب الناس ليك اللي بيجددوا لك طاقة السحر، طاقة الطاقة بتاعة السحر اللي هي حياتك واقفة. طب انت يا برج العذراء مش انت الحاجة اللي بتيجي تعملها بتحس ان انت مبسوط وبتبقى مقتنع وفجأة تلاقي نفسك غيرت رأيك وغيرت رأيك كده مش عارفة تعملي ايه؟ البيبان اللي اتقفلت في وشك كلها هترجع تتفتح تاني، عندكم فرحة من قلبكم. للناس اللي هم الناس اللي هم بالهم مشغول وفي مشروع شاغل بالهم، ادخلوا فيه وانتوا مبسوطين، ادخلوا فيه وانتوا مكملين، عندكم خير يا برج العذراء. شايفة انه فنجانكم مرسوم رسم، ده بيدل على الخير وعلى الرزق. حاول تزور الطبيب او تاخد علاجك في وقته. عندك ارهاق في حياتك، عندك الم في الركبة، عندك الم في مفاصلك، عندك الم في معدتك، عملت عملية او ناوي تعمل عملية زي ما قلت لك يا برج العذراء. بلاش تحط نفسك في المشاكل، بلاش ان انت تحط نفسك في حاجات موقف محرج، لا يا برج العذراء. حاول ان انت ما تديش كتير، حاول ان انت بتاخد، انت اديت كتير وتعبت، حاول ان انت تاخد اكتر ما بدأت تدي. عندك ناس كتيرة جدا بتحبك بس اقرب الناس ليك بيكرهوك، اقرب الناس ليك بيكرهوك، خلي بالك منه وبلاش ان انت تكون عاطفي اكتر من كده. من الناس اللي هي تهمتك تهمة مش كويسة خالص. بص يا برج العذراء انا عايزاك عايزاك تكون هادي وبلاش تضحي كتير،
بلاش تضحي كتير عشان انت حاسس بالخنقه، حاسس بالخنقه، حاسس بالضيقه، علشان انت الايام اللي جايه دي هيكون عندك فيها خير وعندك فيها رزق. من يوم 15 في الشهر حياتك هتتغير بالكامل، حياتك هتتغير بالكامل، هيبقى عندك كذا حاجة في حياتك. انت ناوي على حاجة تعملها، ناوي تبني بيت، ناوي تغير سكنك، عايز تطلع من المكان اللي انت فيه، الله اعلم، بس انت عندك تغيير حلو وعندك مشروع فيه نجاح من نجاح. عندك ورق في المحكمة ليه فترة كبيرة جدا بتحاول تخلصه، حان وقت ان انت تخلصه وان انت تكمل وتشوف الحاجة اللي هتريح قلبك وهتريح حياتك وتعملها يا برج العذراء. عندك ندر لازم توفيه برج العذراء، عندك ندر لازم توفيه، شايف ان عندك ندر، الندر ده انت ندرته ونسيته، حاول تعيد حساباتك وتعيد تفكيرك. عندك عقد جديد جدا وعندك ترقية في العمل وعندك نجاح من نجاح، اتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل. عندك حاجة شغلة بالك وعايز تشتريها، عندك حاجة عايز تعملها ومش عارف تبدأ ازاي ولا تعملها ازاي. يا برج العذراء شهر يونيو بيقدم لك الخير والفرحة والسعادة، بس حاول تكون هادي وحاول ان انت تتخطى كل المشاكل اللي في حياتك. وابعد عن الستات اللي هي بتتكلم كتير على حياتكم والستات اللي مزعجة. فتاة العذراء أنيقة، فتاة العذراء كتومة، فتاة العذراء بتحب تاخد جنب لوحدها عشان ما توقعش نفسها في مشاكل. راجل العذراء، راجل العذراء حويط بس قلبه طيب ودايما بيقع في مشاكل ودايما حظه قليل. اتمنى لكم الخير والرزق والتفاؤل والفرحة والأمور الحلوة اللي تكون من نصيبكم ولحياتكم يا برج العذراء. حاولوا تكونوا هادين وبلاش تقعوا في مشاكل وبلاش تعندوا كتير مع الشريك لو انتوا عايزين تكملوا معاه، علشان العند بيخسركم كل ما هو جميل في الحياة. تنازلوا عن العند وحاولوا تعيشوا على المودة والرحمة. اتمنى لكم الخير والرزق والسعادة لقلبكم يا برج العذراء.